خلينا نتكلم عن الفكرة الأولى في طريقنا إلى التوازن عشان نقدر نكون متوازنين في حياتنا. كانت إيه أول فكرة من وجهة نظرك؟ الأفكار. إن البني آدم يعني أكتر حاجة بتؤثر جدا في حياة البني آدم هي أفكاره. الأفكار دي كارثة طبعا. عارفة اختياراتي دمرت حياتي. أيوة أفكاري دمرت حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي. أفكاري مدمرة حياتي. الأفكار فعلا عليها عامل كبير جدا في ان احنا نكون يا اما حقيقي راضين ومتوازنين زي ما بتقولي، يا اما نكون مش شايفين اي حاجه غير الافكار تعاسة في حياتنا. هي الافكار اصلا هي اللي بتعمل، يعني هي بتحدد مصير البني ادم. صحيح. اوكي، لان افكارك بتاثر جدا 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 على مشاعرك. انت حاسه بايه؟ ومشاعرك وافكارك بيأثروا جدا على تصرفاتك. فاذا بيأثروا على حياتك ومصيرك. بالظبط. فالافكار مهمه جدا جدا، والمشكله ان البني ادمين ما بيقدروش يوصلوا لفكره انه هم مش انت لست افكارك. اللي هو اول باب في الكتاب. يعني ايه انت لست افكارك؟ تقصدي ايه؟ يعني هقولك حاجه. في كاتب اسمه إكهارت تولي بيقول انه العقل البشري اوكي خلق عشان يخدمنا. احنا اللي نستخدمه. أوكي. مش هو اللي يستخدمنا. لكن في الوقت الحالي او في كثير من الناس يعني هو اللي بيستخدمنا طبعا. بتلاقي الناس داخله في دوامه افكار ملهاش لا اول ولا اخر. اصلا بتلاقي نفسك بداتي بفكره قد كده ودخلتي وتشعبتي وبقى عندك حته اللي هو التفكير اللا ارادي. فاهمه قصدي؟ ما هي الافكار لحاجات يعني ما تعرفيش انت وصلت لها اصلا ازاي. ما هي الافكار مجموعه حاجات، مخاوف، حاجات احنا اصلا بنخاف منها، وحاجات احنا اصلا مرينا بيها وثبت فينا علامه او عملت لنا تروما او عملت لنا مشكله في حاجه معينه، يا اما حاجات بنفكر فيها لسه عايزين نعملها واحتمال نبقى خايفين منها احتياطي برضو وهي لسه ما حصلتش، يا اما بنفكر طول الوقت في مستقبلنا اللي فات اللي جاي. يعني الافكار دي تتخلصي منها ازاي؟ طيب اهم حاجه في الموضوع ان يبقى عندك وعي. يعني مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه نعملها ان احنا يبقى عندنا وعي، قادرين نفهم يعني ايه ان انا اقدر اتحكم في افكاري. اول حاجه الناس لازم يعني الناس اللي هي بتبدا تفكر الفكره ده بتعملها ان هي بيبقى عندها مراقبه للافكار. يعني مش قاعده كده سايبه العقل يودي ويجيب ويروح ويدي، لا براقبه، بشوف انا دلوقتي مثلا بفكر في ايه. اول ما الاقيه راح الحته الضلمه ارجعه امسكه. اوكي. انا المتحكمه، مش هو اللي سايقني وماشي بيا وبيخبط. بترجعيه ازاي؟ او من وجهه نظرك نصحتي القارئ اللي قرا كتابك او لسه هيقرا كتابك قوي بانه يرجع ازاي يعني عن الافكار المؤذيه؟ مثلا الحاجات اللي مش صح، الافكار المؤذيه، انا دايما بنصح لو عندك فكره سلبيه بدليها بفكره ايجابيه. يعني مثلا انا ما بقدرش اروح اعمل كذا. اوكي، انا ممكن تقولي عشان كذا كذا كذا. لا، طب انا ما بقدرش اروح اعمل كذا عشان ايه؟ طب اروح اعمل كذا ازاي؟ تبديل الافكار السلبيه بافكار ايجابيه دي طريقه. او على الاقل لو مش قادره توصلي للمرحله دي، انها مرحله متقدمه، ممكن بس ايه نعمل لها نيوتراليزيشن، يعني نعمل لها تبقى نيوترال، لا سلبيه ولا ايجابيه. يعني اوقفها اقول طب استنى دلوقتي انا مش متاكده ده صح ولا غلط، خليني اشوف. يعني الفكره كلها ان انا ما ينفعش افضل ماشيه ورا افكار بطريقه لا اراديه. لازم انا اكون متحكمه في افكاري. اوكي، لازم انا اقول لعقلي لا ستوب، مش هنفكر في الموضوع ده دلوقتي لان ما عندناش كل المعلومات اللي تخلينا ناخد مثلا قرار. اهدى، استنى، هنستنى شويه، اعطله شويه، ادي لنفسي مساحه. تفتكري ان كل الناس عندها القدره دي؟ تفتكري ان كل الناس قادره تتحكم في افكارها؟ كل الناس تقدر توصل للحته دي. هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد مجهود قد ايه؟ دي قصه ثانيه. لكن هل بني ادم يقدر يوصل لكده؟ اكيد. لو يعني طبعا نقدر نوصل. نقدر لكده. طبعا نقدر. طبعا في ناس وساوسها وافكارها اقوى منها طبعا، بس في طرق كتيره قوي لتهدئه الحته دي.